السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لليسون 4 في الألجبرا، كان فاضل بس الجزء الأخير اللي هو الكوادراتيك فانكشن. فالكوادراتيك فانكشن لازم أكون عارف كويس إن هي أوف سكند ديجري. الكوادراتيك فانكشن يا جماعة هنا أوف سكند ديجري، ولازم تكون عارف إن الدومين والكودومين، الدومين والكودومين سيت أوف ريل نمبرز. زي مثلا اف أوف إكس إيكوال أي إكس باور 2 بلس بي إكس بلس سي. f of x equal ax بار 2 plus bx plus c. وخلي بالك ان ال a not equal 0، ما ينفعش ال a تكون ب 0، لان ال a لو كانت ب 0 يبقى كده هتكون ال x بار 2 times 0 equal 0، هتبقى كده بقت linear function of first degree. فعشان كده لازم يكون ال a not equal 0، ده condition مهم جدا ان ال a تكون not equal 0 عشان تبقى ديت quadratic function of second degree. الاشكال بتاعتها ابسط حاجة عندي اللي هي السمبلست فورم للكوادراتيك فانكشن اللي هي اكس باور 2، مهمه جدا اللي هي السمبلست فورم اوف كوادراتيك فانكشن اكس باور 2. ممكن يبقى اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس 3، ممكن تبقى الاف اوف اكس ايكوال 3 اكس باور 2 بلس 5 اكس بلس 7. المهم الباور بتاعي هنا ذا هايست باور از 2، الهايست باور هنا يكون السكند، عشان كده بنسميها كوادراتيك فانكشن. هاو تو ريبريزنت جرافيكالي f of x equal x باور 2، وعندي هنا ال x belongs to negative 3 و 3، الانترفال اللي عندي from negative 3 to 3. هنعمل تيبل، التيبل بتاعي مكون من ال x وال f of x اللي هي ال y، ال negative 3، negative 3 باور 2، ولازم نعمل البراكت negative 3 باور 2 equals 9، negative 2 باور 2، negative 3 باور 2 equal 9، negative 2 باور 2 equals 4 and so on. هنكمل التيبل بتاعنا، وممكن نعمله بالكالكوليتور باي يوزنج كالكوليتور. ازاي؟ مود 7، وهنكتب هيظهر لك على الشاشه اف اوف اكس، هتكتب الفانكشن بتاعتك الفا اكس اللي هي الفا براكت، وهتكتب الاكس باور 2، وبعد كده هتدوس ايكوال نيجاتيف 3 للستارت، وبعد كده ايكوال تاني والاند 3، بعد كده ايكوال ايكوال. هيظهر لك التيبل ده على الشاشه بتاعت الكالكوليتور، التيبل ده هيظهر لك على الشاشه بس مقلوب. طب هاو تو ريبريزنت جرافيكالي، ازاي ارسم الكلام ده بقى في الجراف؟ اول حاجه عندي نيجاتيف 3 و9، نيجاتيف 3 و9، يبقى نيجاتيف 3 اند 9. بعد كده عندنا نيجاتيف 2 و4، نيجاتيف 2 و4، نيجاتيف 1 و1، 0 و0، 1 و1، 2 و4، 3 و9، 3 و9. طبعا لما نيجي نرسمها بالقلم الرصاص، خلي بالك ان انت عينك على البوينت اللي عليها الدور، عيني على البوينت كده، ما ينفعش ارسمها بالمسطره، عيني على البوينت كده عشان تطلع مظبوطه، بتوصل وعينك على البوينت بالمنظر ده كده. دي الكوادراتيك فانكشن بتاعتي اللي هي اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2، كده انا رسمتها اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2. في ثلاث حاجات مهمين جدا بيطلبهم مني: ذا بوينت اوف ذا فيرتكس اوف ذا كيرف اللي هي البوينت اوف ذا فيرتكس اللي هي 0 0 اهي 0 0، ذا ايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري. الاكسس اوف سيمتري هنا واضح ان هو الواي اكسس، الاكسس اوف سيمتري هنا اللي هو الواي اكسس، يبقى عند الاكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 0، ولازم اكتب اكس ايكوال، ما ينفعش اكتب ايكوال 0 بس، لازم اكس ايكوال عشان تبقى ايكويجن، اكس ايكوال 0 عشان تبقى ايكويجن. طب المينيمم بتاعتي هنا لو كانت الكيرف بتاعي كده بالمنظر ده يبقى مينيمم، وهنا طبعا واضح ان هي عند الزيرو. طب لو كان الكيرف بالمنظر ده هتبقى ماكسيمم، كده ماكسيمم كده مينيمم، يبقى المينيمم هنا عندي ايكوال ايه؟ ايكوال 0.